بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل بقى حل ان شاء الله. ويف uh, waves are classified according to the ability of propagation into space waves and space waves. الموجات بتنقسم على حسب قدرتها على الانتشار يعني اللي هي طبعا كان بروباجيت ثرو فاكيوم ولا كانت بروباجيت ثرو فاكيوم طبعا قلنا دي هتبقى ميكانيكال ويفز والكترو مجنتيك ويفز لكن خدنا تقسيمة تانية برضو للويفز بس according to ايه بقى؟ according to the direction of vibration of medium particles to the direction of wave propagation يعني اتجاه انتشار جزيئات الوسط بالنسبه لاتجاه انتشار جزيئات سوري uh, بالنسبه لاتجاه انتشار الموجه يعني لو ال medium particles vibrate perpendicular to the direction of the wave propagation يبقى دي كده transverse waves uh, لكن لو uh, the medium particles uh, vibrate in uh, the same direction uh, of the wave uh, propagation او uh, of the direction of wave propagation يبقى دي كده longitudinal wave يبقى ناخد بالنا ولاد من الجزء ده قلنا طبعا ability of propagation طبعا اللي هي قدرتها على الانتشار يبقى mechanical waves و electromagnetic waves fertilization is the process of fusion of nucleus of the male cell with the nucleus of the female cell طبعا to form zygote طبعا عشان تكون اللقاحة Uh, when the opposite uh, oscillating body uh, covers the distance from X uh, to Y. ان 0.2 سكند ناخد بالنا ده كده تايم 0.2 سكند ده كده تايم وناخد بالنا ده كده التايم اللي هو من اكس لواي يبقى ده كده التايم بتاع 1 امبليتيود يبقى عشان نجيب البريودك تايم لازم النمبر ده نعمل له تايمز 4 يبقى البريودك تايم يبقى 0.2 تايمز 4 سو ذا امبليتيود لا هو هنا عايز بقى يحسب الامبليتيود ايكوال كام والبريودك تايم برده ماشي هو هنا برده عايز يحسب البريودك تايم ايكوال كام طب احنا قلنا اصلا ان periodic time هيبقى 0.2 times 4 ليه لان احنا واخدين من القانون ان Uh, periodic time equal the time of one amplitude times four ليه؟ لأن الكومبليت اوسيليشن بيبقى فيها four amplitudes وبالتالي البريودك time اللي هو التايم time of one اوسيليشن uh, هيبقى equal four times the time of uh, one amplitude هيبقى four times the time of one amplitude فيبقى four times 0.2 فطبعا هيبقى 0.8 second تمام amplitude بقى هو هنا جايب 2 uh, سنتيمتر بس ماشي هي دي كده المفروض تبقى دي كده كلها كده كنا حليناها قبل كده في في المين بوك دي كده كلها كده المفروض 2 سنتيمتر يبقى كده من الاكس للواي بس هيبقى كام هيبقى 1 سنتيمتر من الاكس للواي هيبقى 1 سنتيمتر if the angle between the incident light ray and the reflecting surface 30 so the angle of incidence الانجل angle of incidence بقى اللي هي دي يبقى كده الانجل اوف Angle of دي بقى هتبقى كام؟ هتبقى 90 minus 30 هتبقى طبعا equal 60 and the Angle between the incident light ray and the reflected light ray اه الانجل بقى ما بين الـ incident light ray قلنا هنقف هنا وبعدين نبدأ نتحرك للحد Uh, reflected uh, light ray فطبعاً كده يبقى 60 بلس 60 ليه؟ لأن إحنا خدنا أن الانجل اوف of, of incidence equal to the angle of reflection يبقى دي 60 ودي 60 طبعاً ال, الأنجل دي كلها بقى هتبقى 120 يبقى الأنجل of incidence هتبقى 60 والأنجل between the incident ray and the reflected ray هتبقى 120 Uh, but true or false, the velocity of sound waves in air is greater than the velocity of light wave. Uh, سرعة موجات الصوت في الهواء أكبر من سرعة موجات الضوء. لا طبعا false. ده مفروض ليز زين. Uh, the measuring unit of noise intensity is uh, decibel. Uh, طبعا قلنا دي true. Uh, وحدة قياس uh, شدة الضوضاء decibel. فوتون انرجي ايكوال بلانكس كونستانت تايمز ويف لينس طبعا دي فولس ليه لان احنا قلنا ان طاقه الفوتون بتساوي ثابت بلانك تايمز الفريكوانسي يبقى نصحح ويف لينس ونخليها فريكوانسي ذا تيبيكال فلاور كونتينز فور فلورال وورلز طبعا دي قلنا ترو الزهره النموذجيه بتحتوي على الاربع محطات زهريه طبعا ترو Uh, mention a function of each uh, of the following طبعا ال glass prism طبعا قلنا it is used in splitting light into uh, seven spectrum colors بيستخدم في انقسام الضوء لسبع uh, الوان اساسية It is used in splitting white light into seven spectrum colors. Uh, ultrasonic waves in industry. Uh, uh, قلنا, uh, it is used in uh, sterilizing food, water, uh, and milk, uh, as uh, it has uh, the uh, ability to uh, kill uh, some types of uh, bacteria and uh, stop the action of uh, some types of uh, viruses. <coughs> The result of multiplying the frequency of an oscillating body by its periodic time طبعا equals 1 دايما ناتج ضرب الفريكوانسي مع ال periodic time طبعا بيبقى equal 1 ليه لان احنا عارفين ان الفريكوانسي هو ال reciprocal of the periodic time يبقى الفريكوانسي times ال periodic time هيدينا 1 Uh, human ear can distinguish sounds of frequencies. أذن الإنسان بتقدر تميز الأصوات اللي ليها frequencies. طبعًا قلنا من 20 هرتز ل 20,000 هرتز. يبقى طبعًا uh, 200 هرتز. Uh, طبعًا ال 30 كيلو هرتز. طبعًا هتبقى ألتراسونيك. الإنسان مش هيقدر يميزها. 100 كيلو هرتز برضه هتبقى ألتراسونيك. Uh, 10 طبعًا دي هتبقى إينفراسونيك. Uh, يبقى طبعًا هنختار 200 هرتز. Uh, all of the following are parts of female reproductive system except كل مما يلي uh, من uh, أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي ما عدا طبعاً الفاس vast ليه لإن الفاس vast ده تبع الميل reproductive system the absolute refractive index of any materials is always طبعاً قلنا greater than 1 أو more than 1 دايماً معامل الانكسار المطلق بيبقى أكبر من ال 1 The distance between the first crest and the third crest of a wave uh, is uh, 20 centimeters، ناخد بالنا، الفيرست first crest طبعا هنكتب هنا 1، الثيرد third crest طبعا هنكتب هنا 3، يبقى احنا كده عندنا كام موجة؟ هيبقى 3 تايمز 1 هيبقى عندنا 2 waves. Uh, so the wavelength uh, of this wave طبعا عارفين بقى ان الويف wavelength بيساوي ال distance covered uh, divided ال number of waves، ادي ال distance اهو 20 واحنا عندنا 2 waves يبقى 20 divided 2 هيبقى 10 سنتيمتر. Uh, if the distance between the sound source and the ear is doubled لو المسافة ما بين مصدر الصوت وال والأذن uh, هيتضاعف the intensity of the sound شدة uh, الصوت بقى طبعا decreases to uh, quarter هتقل طبعا للربع A uh, rainbow is uh, a phenomenon uh, takes place on desert roads uh, at noon especially in summer لا طبعا ده دي الميراج طبعا اللي هي السراب Uh, growing uh, prevents living organisms from extinction لأ طبعا ده دي المفروض reproduction التكاثر هو اللي بيحمي الكائنات الحية او بيمنع الكائنات الحية انها تنقرض يبقى uh, reproduction process عملية التكاثر

وطبعا عشان بتساعد في عملية التكاثر. What is meant by the absolute refractive index of water is 1.33 هنقول طبعا this means that the ratio between the velocity of light in air to the velocity of light in water طبعا equal 1.33 Uh, compare in a table between the mechanical waves and electromagnetic waves uh, concerning the definition. طبعا أول حاجة الميكانيكال mechanical waves they are waves that need a medium to propagate through and can't propagate through vacuum. لكن ال electromagnetic waves بقى they are waves that don't need a medium to propagate through and can propagate through vacuum. السبيد بقى الميكانيكال ويفز طبعا السبيد بتاعتها طبعا ريلاتيفلي سلو نسبيا كده يعني بطيئه الالكترو ماجنتيك ويفز بقى طبعا السبيد بتاعتها بتبقى اكستريملي فاست ان سبيد طبعا ايكوال 3 تايم 10 باور 8 متر بير سكند يعني طبعا سرعتها كبيره جدا التايب بقى طبعا الميكانيكال ويفز قلنا دي بيبقى فيه منها لونجيتيودينال uh, ويفز وبيبقى في منها ترانزفيرس ويفز اللونجيتيودينال ويفز زي الساوند ويفز والترانزفيرس ويفز زي الووتر ويفز الالكترومغنيتيك ويفز بقى كلهم لازم بيكونوا ترانزفيرس uh, ويفز يعني موجات مستعرضه اكزامبل uh, قلنا اصلا الاكزامبل كده طبعا الميكانيكال ويفز دي زي الساوند ويفز وال ووتر ويفز لكن الالكترومغنيتيك ويفز بقى زي اللايت ويف والجاما ريز والاكس ريز والفيزبل لايت ريز اه طبعا اه 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 كل الحاجات دي اه والراديو ويفز اه كل دي اكزامبلز على الالكترو ماجنتيك ويفز ذا ويف لينث طبعا في الشكل اللي قدامنا ده الويف لينث طبعا قلنا بنجيبه ازاي الديستانس كفرد ديفايدد النمبر اوف ويفز الديستانس اهي 4 سنتيمتر وناخد بالنا من اليونتس دي uh, وعندنا كام ويف ادي كده كوارتر 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 يبقى كده ادي كده من هنا لحد هنا 1 ويف وطبعا بقى من هنا لحد هنا كمان 1 ويف يبقى احنا كده عندنا 2 يبقى هنعمل 4 ديفايدد 2 يبقى طبعا هيدينا آه 2 آه بس ناخد بالنا بقى من اليونتس عشان عندنا 2 متر و2 سنتيمتر عشان محدش يتلخبط يبقى طبعا هنختار 2 آه آه سنتيمتر ذا آه فريكوانسي طبعا عارفين ان الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر بيريديك تايم طب فين البريديك تايم اهو 0.4 ليه لان هو ده التايم بتاع 1 كومبليت ويف او التايم بتاع 1 كومبليت اوسليشن فيبقى 1 اوفر 0.4 آه طبعا آه هيدينا آه 2.5 هرتز ذا amplitude طبعا عارفين بقى ان الامبلتيود آه ناخد بالنا بقى عشان هنراجع القانون بتاعه من هنا الـ احنا خدنا ان الامبلتيود طبعا ات از ماكسيمم ديسبيسمنت اشيفد باي ذا اوسيليتينج بودي اواي فروم اتس ريست بوزيشن تمام يعني لحد هنا كده ده كده امبلتيود بس ناخد بالنا هو هنا مدينا الفيرتيكال ديستانس المسافه الراسيه ما بين الفيرست كريست والسكند كريست ماشي المسافه الراسيه اهو ما بين الفيرست كريست و سوري الفيرتيكال ديستانس ما بين الفيرست الكريست والفيرست اه تراف او اه ما بين الكريست والتراف دي 4 وطبعا قلنا بقى الامبلتيود هيبقى ايكوال الفيرتيكال ديستانس ديفايدد 2 اللي هي ال4 دي هتبقى ديفايدد 2 فبالتالي طبعا هنختار 2 سنتيمتر Uh, velocity اوف ويف طبعا عارفين ان الفيلوستي بقى هتبقى بتساوي الفريكوانسي تايمز الويف لينس uh, الفريكوانسي احنا قلنا 2.5 والويف لينس احنا قلنا هتبقى 2 سنتيمتر فيبقى 2 تايمز uh, 25 طبعا هيدينا 5 بس ناخد بالنا 5A, 5 ايه 5 سنتيمتر بير سكند 5 سنتيمتر بير سكند ليه لان اليونت اصلا بتاعت الويف لينس كانت بالسنتيمتر يبقى نختار 5 سنتيمتر بير سكند What happens when the oscillating body bases its rest position during its movement? طبعاً concerning its velocity. طبعاً the uh, velocity uh, reaches uh, its maximum uh, value. السرعة هتصل إلى uh, أقصى قيمة لها. A light ray falls perpendicular on a uh, reflecting surface. طبعاً قلنا it will reflect on itself because the angle of incidence equal to the angle of reflection equal zero. آه طبعا آه هنخرج من هنا الساوند ويف ليه لان دي الوحيده اللي ميكانيكال والباقي كلهم آه الكترو مجنتك آه أندروشيام آه كيليكس كورولا روت طبعا هنخرج روت ليه لان الباقي بقى كلهم parts of the flower اجزاء من الزهره بندلم موشن سبرينج موشن روتري بي, موشن ستريتشد سترينج موشن طبعا هنخرج روتري بي موشن ليه لان دول كلهم أوسيلتري موشن ما عدا الروتري بي الروتري بي دي نوت كونسيدرد از أوسيلتري موشن لا تعتبر حركه اهتزازيه ريد اورنج وايت فايولت طبعا هنخرج وايت ليه لان الباقي بقى كلهم سبيكترم uh, كلرز Write the scientific term the uh, color which has maximum deviation in spectrum color in glass prism طبعا ده ال violet ال- اللون اللي ليه uh, اقصى uh, انحراف طبعا ال violet. Uh, Non-audible waves uh, whose frequencies are less than 20 hertz Uh, طبعا دي اسمها infra-sonic waves دي non-audible يعني غير مسموعه وكمان الفريكونسي بتاعها للزين توينتي يبقى دي ال-infrasonic waves طبعا الموجات التحت تحت سماعي. The property by which the human ear can distinguish between sounds from different sources even they are equal in intensity and pitch طبعا قلنا دي اسمها sound quality او sound type. The reproduction of some plants by parts uh, of the roots, stem or leaves طبعا قلنا دي اسمها ال-vegetative uh, reproduction يعني التكاثر Uh, a gear of uh, Savard's wheel rotating uh, 80 cycle in uh, a minute ناخد بالنا بقى من ال unit من هنا بال minute uh, if the frequency of the sound produced is 200 hertz لو الف frequency calculate the number of teeth uh, طبعا uh, بتعلي بقى بقت uh, سهله جدا وحللناها في الامتحانات اللي فاتت كتير طبعا قلنا اول حاجه هنكتب ان القانون F equal uh, d uh, times n over t وبعدين هنكتب تحت الاف القيمة بتاعته اللي هي طبعا 200 هرتز هو قايل لنا ان هي 200 هرتز وبعد كده الدي اللي هو الـ number of cycles برضو هو قايل لنا ان هي 80 تايمز uh, ان بقى اللي هو عايزها اللي هو الـ number of gear teeth طبعا uh, divided بقى الـ time الـ time هو بيقول مينيت لازم نحولها لسكندز seconds فيبقى طبعا 60 uh, هنا بقى هنحسب الـ n طبعا هيبقى ايكوال بقى uh, 60 تايمز uh, uh, 200 اوفر uh, 80 قلنا طبعا ده تايمز ده ديفايدد 80 uh, طبعا uh, هنعملها بقى على الكالكوليتر على طول طبعا ديفايدنج uh, 2 هيبقى 3 ديفايدنج 2 هيبقى 4 ديفايدنج 4 هيبقى 1 ديفايدد 4 طبعا هيبقى 50 uh, هيبقى طبعا 3 uh, تايمز 50 هيبقى تقريبا uh, 150 تيث uh, هيبقى تقريبا 150 uh, سن هنحسبها بقى احنا ايه على الكالكوليتر على طول وزي ما تطلع بقى و... ونشوف هتبقى كده Uh, the measuring unit of uh, noise intensity طبعا قلنا ديسيبل while space is the measuring unit of sound intensity طبعا الوات الواط/متر هو وحده قياس الساوند انتنسي لكن النويز طبعا بالديسيبل يبقى هنا طبعا هنكتب ديسيبل وهنا وات متر باور 2 after fertilization the ovary grows forming the fruit طبعا الاوفري بينمو مكون الفروت الثمره while the ovule uh, is converted into seed لكن البويضه بقى بتتحول الى بذره Uh, light intensity is space proportional to the space uh, of the distance between the surface uh, and the source طبعا هيبقى inversely proportional to the square of the distance inversely proportional to يعني بيتناسب عكسيا مع the square of the distance مربع المسافه what is the importance uh, of the tissue culture طبعا قلنا uh, it is used uh, to uh, produce a large number of uh, plants by using a small parts uh, of it Uh, hot water إن جاكوزي ناخد بالنا بقى ده برضو أول مرة يعدي علينا الهوت ووتر إن جاكوزي طبعاً قلنا uh, it is used to treat sprains and cramps لكن ال ووتر كانت used in treatment of nervous tension كانت بتستخدم في علاج التوتر العصبي ده دي ال cold water لكن الهوت ووتر قلنا it is used in uh, treatment of uh, sprains and cramps Uh, ultrasonic waves in the medical field طبعا قلنا uh, سهلة جدا uh, it is used in uh, breaking down uh, kidneys and ureters uh, stones without any medical uh, interventions وطبعا uh, it is used uh, to discover the uh, malignant tumors وقلنا برضو uh, it is used in uh, discovering أو diagnoses the uh, the male prostate uh, gland tumors سافرت سويل روتيت وذ ادي كده ال 200 سايكل ادي كده دي هنحط هنا خط كده ونكتب فوقها دي وادي 2 مينتس دي كده التايم بس طبعا قلنا لازم نحولها لسكند فيبقى 2 تايم 60 يبقى 120 uh, وادي الاف الفريكوانسي عايزين نحسب بقى ال ال n برضو نفس الموضوع هنكتب القانون اللي احنا طبعا حافظينه اللي هو اف f دي تايمز ان اوفر تي، ال الـ اف هو قايل لنا ب 300 هرتز، هنكتب كده 300 تحت الـ اف، اللي هو number of cycles، طبعًا عندنا 200، ااا آه طبعًا هو اللي عايزها، ااا آه time طبعًا قلنا 2 minutes وهنعمل 2 times 6 طبعًا عشان يدينا 120 seconds، طبعًا آه الـ n بقى هيبقى إيكوال. Uh, 120 تايمز uh, 300 ديفايدد uh, uh, 200 طبعا 2 زيروز كانسلد مع 2 زيروز uh, طبعا ديفايدد 1 ديفايدد 2 60 طبعا 3 uh, تايمز uh, 60 هيبقى 3 تايمز 6 يبقى كده 180 تيث ونعملها بقى على الكالكوليتر ونشوف هتطلع Uh, (Write the scientific term of each of the following uh, short stem uh, where leaves are developed and modified uh, into reproductive organ طبعا قلنا دي the flower Uh, the ability of the medium to refract light rays قدرة الوسط على كسر أشعة الصوت so, طبعا قلنا دي اسمها سوري uh, 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 كسر الأشعة الضوئية قلنا طبعا دي اسمها اوبتيكال دينستي اوف ذا ميديم الكثافة الضوئية للوسط. The disturbance that propagates and transfers energy in the direction of propagation الاضطراب اللي بينتشر وبينقل الطاقة كمان في اتجاه انتشار قلنا طبعا دي the wave الموجة. Uh, the product of uh, Planck's constant times the frequency of photon طبعاً قلنا دي الفوتون energy طاقة الفوتون uh, What happens when uh, increasing the density of the medium uh, لو زادت كثافة الوسط, الوسط طبعاً related to the sound intensity طبعاً the sound intensity increases شدة الصوت هتزيد لايت uh, ريز uh, طبعا قلنا ليه عشان الساوند انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا دنسيتي اوف ذا ميديم بتتناسب طرديا مع كثافه الوسط كل ما الدنسيتي اوف ذا ميديم انكريز الساوند انتنسيتي انكريز لايت ريت ترافلز فروم ووتر تو اير ناخد بالنا الووتر ده الاوبتيكال دنسيتي بتاعته عاليه ها وبعدين هينتقل للهواء الهواء ده الاوبتيكال دنسيتي بتاعته قليله فمش هيقدر يكسر الشعاع قوي Uh, فبالتالي طبعا الأنجل of refraction هتبقى أكبر من الأنجل of incidence يبقى related to the angle of uh, refraction يبقى طبعا the angle of uh, refraction uh, greater than the angle of incidence as the refracted uh, light rays uh, refracted uh, away or far uh, away from the normal uh, هينكسر مبتعدا طبعا عن النورمال increasing the wavelength four times لو زودنا ال wavelength أربع مرات for the same velocity لنفس السرعة طبعا concerning the wavelength بالنسبة لل wavelength احنا عارفين طبعا إن المثلث بتاع ال wave velocity وال wave frequency وال كنا واخدين المثلث كده وكنا بنقول ان طبعا v equal اف تايمز لامدا طيب هو هنا uh, بيقول بي, uh, uh, طبعا uh, ان الفيلوستي سيم فيلوستي يعني الفيلوستي دي كونستانت يبقى احنا طبعا لو عندنا بقى هنجيب اف يبقى اف ايكوال 1 سوري هيبقى ايكوال في اوفر لامدا هيبقى في اوفر لامدا وطبعا قلنا بقى الفريكوانسي مع الويف لينس هيبقوا انفيرزلي بروبورشنال تو ايتش اذر طيب بالتالي بقى آه طالما هما انفرزلي بروبورشنال يبقى آه لو الويف لينس انكريزز فور تايمز يبقى على طول الفريكوانسي ديكريزز تو كوارتر هيقل للربع the oscillatory body bases its rest position during its movement. طبعاً concerning the velocity. طبعاً the velocity reaches its maximum value. طبعاً السرعة هتصل إلى أقصى قيمة له. Uh, calculate ذا سبيد أوف light through دايموند ناخد بالنا بقى من السؤال ده أول مرة نشوف مسائل زي دي أهو uh, عايزين نحسب سرعة uh, الضوء في الدايموند Given that the absolute refractive index of it uh, 2.4 يعني المعامل الانكسار المطلق بتاع الدايموند 2.4 و uh, the speed of light through air سرعة الضوء في الهواء 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند يبقى هو كده عايزنا نجيب سرعه الضوء في الدايموند طيب uh, سهل جدا برضو نفتكر كده المثلث اللي, اللي كنا واخدينه على على الجزء ده لما كنا بنقول ان الان اللي هو ال Absolute ريفراكتيف uh, اندكس كنا بنقول ان هو ايكوال في اي يعني فيلوستي اوف لايت ثرو اير على الفي ميديم طبعا اللي هو فيلوستي اوف لايت ثرو ميديم طب هو هنا عايزنا نحسب الفيلوستي اوف لايت ثرو ميديم اللي هو يعني الدايموند طبعا هيبقى في ام ايكوال هنخبي طبعا في ام هيبقى ايكوال في اي اوفر ان طبعا يبقى في A over N. في A ده قلنا اللي هو velocity of light through air. velocity of light through air اللي هو يبقى 3 times 10 power 8. وطبعا ال N بقى بتاعته هو مدينا قايل لنا ان هي 2.4 هنحسبها بقى على الكالكوليتر على طول آه وهنشوف هتطلع كام وطبعا هنكتب بقى جنبيها متر بير سكند. طبعا سهله جدا بس يعني لازم آه نفتكر المثلث ونفتكر القانون. The uh, space color uh, light uh, in the spectrum colors has the highest division طبعا قلنا الviolate uh, human ear can't distinguish ناخد بالنا بقى ما بتقدرش uh, تفرق ال sound of frequencies equal كام طبعا 5 hertz ليه؟ لان دي هتبقي infrasonic uh, when the incident light ray reflects on itself لما هينعكس على نفسه the angle of incidence equal طبعا قلنا هيبقى equal zero. Uh, sound frequency 200 هرتز طبعا إيه uh, ذا sound of frequency 100 طبعا هتبقى شاربر هتبقى حادة أكتر. Uh, compare between each of the following regular and irregular uh, reflection بالنسبة للدايركشن direction of reflection rays, طبعا ال regular uh, reflection, هنقول ذا uh, reflected uh, light rays are reflected in one direction. هنا الأشياء المنعكسة هتبقى reflected in one direction لكن طبعاً في ال irregular هتبقى reflected in many different directions mechanical waves and electromagnetic waves طبعاً بالنسبة للmedium of propagation according to the medium of propagation أو يعني وسط الانتقال ال mechanical waves طبعاً cannot propagate through vacuum and need a medium to propagate through لكن طبعا ال electromagnetic waves can propagate through vacuum يعني تقدر تنتشر في الفضاء and doesn't need a medium to propagate through ولا تحتاج الى وسط لكي تنتشر فيه. pollination by air and pollination by insects one characteristic of flower طبعا الـ pollination by air قلنا لازم الانثر تكون hanged to can be easily opened by air والبولنيشن باي انسكتس بقى لازم الكورولا طبعا تكون كلر uh, فول uh, تكون برايتلي كلرد سنتد ليفز تو كان اتراكت انسكتس تو فيد اون اتس نكتر اند طبعا تو كومبليت ذا او تو هيلب ان ريبرودكشن بروسس a transverse wave and longitudinal waves according to the direction of vibration of medium particles طبعا بالنسبة لل transverse waves the uh, medium particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave propagation لكن ال uh, longitudinal waves تقولنا طبعا the medium particles uh, vibrate in the same direction of wave uh, propagation طبعا في نفس اتجاه الانتشار الموجة أو along the direction of wave propagation برضو في نفس اتجاه انتشار الموجة calculate the wavelength of uh, a visible Visible light wave of frequency 6 uh, times 10 uh, uh, power 14 hertz يبقى هو هنا كده مدينا الفريكوانسي f هو اهو v 3 uh, times 10 باور 8 وعايزنا نحسب الويف wavelength طبعا من المثلث اللي احنا كنا لسه uh, uh, مراجعينه ده لما كنا عايزين نجيب يعني هيحصل ايه الفريكوانسي لو الويف لينس انكريزز فور تايمز كان في الصفحه اللي قبليها من نفس المثلث ده بقى هو دلوقتي عايزنا نحسب الويف لينس كالكوليت ذا ويف لينس تمام يبقى طبعا هنخبي كده الويف لينس يبقى في ديفايدد اف يبقى طبعا في سوري لامدا اللي هو الفريكوانسي يبقى ايكوال في ديفايدد اف ال طبعا هو قايل uh, لنا ب 3 تايمز uh, uh, 10 باور 8 وال اف الفريكوانسي uh, 6 تايمز uh, 10 باور uh, 14 وطبعا هنحسبها بقى على الكالكوليتر على طول والرقم اللي يطلع طبعا هنكتب بالميتر ليه بقى لان الويف لينز ده بالميتر Uh, correct the underlined words the ovum consists of head middle part and the tail لا طبعا ده ده السبرم uh, الحيوان المنوي هو اللي بيتكون من راس وجزء وسطي وذيل the motion of rotary b is considered as uh, an uh, oscillatory motion لا طبعا rotary B دي طبعا بتبقى uh, periodic motion يبقى طبعا uh, هنصحح uh, oscillatory motion ونخليها periodic motion Uh, angle of incident uh, equal to the angle of reflection يبقى يعني طبعا هنصحح greater than ونخليها equal to. Rainbow phenomenon takes place on desert roads at noon especially in summer طبعا لا اللي بيحصل في الطرق الصحراويه في وقت الظهيره بالذات في الصيف طبعا قلنا اسمه mirage اللي هو السراب. What is meant by harmonic tones يعني النغمات التوافقيه قلنا uh, uh, they are tones uh, that uh, associated to the fundamental tones uh, but they are Or, uh, طبعاً uh, lower in uh, intensity and higher in pitch بتبقى طبعا uh, أقل في الشدة وأعلى في الدرجة uh, and differ from uh, one source to uh, another uh, وبتختلف طبعا من مصدر لمصدر أخر Uh, fertilization process طبعا قلنا it is the process of uh, fusion of uh, male uh, nuclei طبعا اللي هي الـ sperm ناخد بالنا وانا بالكلام على الهيومن يبقى اللي هي الـ sperm with the female uh, with the uh, nucleus of the female cell اللي هي طبعا الأوفا طبعا to form a uh, zygote uh, wave uh, velocity طبعا قلنا it is the distance covered by the wave in one second المسافة اللي الويف هتقطعها في الثانية من الشكل اللي قدامنا ده عايزين نحسب الامبليتيود طبعا الامبليتيود سهله جدا هتبقى 10 سنتيمتر ناخد بالنا من اليونت هتبقى 10 سنتيمتر الويف لينس هنشوف عندنا كام ويف اه هو بادئ بقى من اول هنا طيب ماشي ادي كوارتر 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 كوارتر, كوارتر. يبقى لحد هنا كده ويف وبعد كده كمان ويف يبقى احنا كده عندنا تو ويفز والديستانس كلها بقى 16 يبقى احنا كده عايزين نحسب الويف لينس هيبقى طبعا 16 ديفايدد 2 هيبقى 8 سنتيمتر 16 ديفايدد 2 لان احنا عندنا موجتين يبقى 16 ديفايدد 2 هيبقى 8 سنتيمتر ذا فريكوانسي بقى التردد طبعا قلنا التردد بيساوي 1 اوفر بيريودك تايم طب هو فين البيريودك تايم ال هنجيبه من على الرسمه اهو طبعا لو جينا كده وقفنا هنا كده آه طبعا ده هيبقى 0.4 ده كده البريودك تايم ناخد بالنا هو عايزه اصلا في نمبر 4 يبقى هنا كده البريودك تايم هيبقى 0.4 الفريكوانسي بقى 1 over بريودك تايم فيبقى 1 over 0.4 طبعا هيبقى ايكوال 2.5 هرتز آه بقى ماشي Uh, from the uh, artificial, vegetative, uh, in-plant طبعاً قلنا cutting, uh, grafting وطبعاً uh, tissue culture و layering برضو ماشي بس أسألهم طبعاً نكتب cutting و grafting uh, From natural phenomenon that are related to the reflection or refraction of light من الظواهر الطبيعية اللي مرتبطة بإنعكاس وانكسار الضوء طبعاً قلنا mirage اللي هو السراب The human ear can distinguish sound frequencies between طبعاً قلنا 20 hertz and uh, 20,000 hertz ساوند برديوسد ديو تو طبعا قلنا ذا فايبريشن اوف ذا بوديز الساوند طبعا بينتج بي من اهتزاز الاجسام يبقى ساوند برديوسد ديو تو ذا فايبريشن اوف ذا بوديز ذا ديستانس كفرد باي لايت ان 1 سكند طبعا قلنا ده اللايت فيلوسيتي اللي هي سرعه الضوء Uh, we use uh, to determine طبعا ذا بيتش اور ذا طبعا uh, النغمه سوري uh, التردد او الدرجه بتاعت ان نون تون يعني نغمه غير معروفه سبيس space and سبيس space طبعا خدنا اكزامبلز كتير البيتونيا التيوليب السان فلاورز أسهل طبعا نكتب सन فلاورز وول فلاورز آه هنا عايزين نحسب الويف لينس طبعا برضو الويف لينس ادي كده distance اهي 8 وعندنا كام ويف من هنا لحد هنا ويف ومن هنا لحد هنا كمان ويف كده عندنا 2 ويفز طبعا هيبقى 8 ديفايد 2 هيبقى 4 سنتيمتر يبقى الويف لينس هيبقى 4 سنتيمتر الفريكوانسي بقى ادي عندنا ال 3 ده طبعا بتاع هاف ويف اهو يبقى كده عشان ويف كامله بقى هيبقى طبعا 6 سكند ده ده البريدك تايم يعني فطبعا الفريكوانسي بقى هيبقى 1 اوفر 6 الامبليتيود طبعا 2 متر الويف uh, فيليستي uh, بقى طبعا هيبقى الفريكوانس اللي احنا قلنا هيبقى 1 اوفر 6 تايمز الويف لينث اللي احنا قلنا بقى الويف لينث هيبقى 4 uh, يبقى 1 اوفر 6 طبعا تايمز 4 هنحسبه بقى على الك الكلكوليتر على طول طبعا هيبقى 4 اوفر 6 هنحسبها على الكالكوليتر والريزلت اللي في الاخر هيطلع uh, هنكتبه اليونت بالسنتيمتر بير سكند ناخد بالنا احنا هنا الويف لينس بالسنتيمتر وبالتالي طبعا لما نيجي نحسب بقى الويف فيلوستي uh, هيبقى سنتيمتر بير سكند uh, fertilization occurs when طبعا زيجوت uh, zygote is formed uh, ناخد بالنا مش uh, embryo. آه آه عملية الإخصاب بتتم لما اللاقحة اللي هي النطفة تبدأ تتكون وبعد كده تبدأ بقى يعني إيه تنقسم عدة انقسامات عشان تكون الإمبريو آه يبقى في الأول خالص الزيجود ده هو اللي بيتكون وأول ما بيتكون الزيجود تبقى كده عملية الإخصاب حصلت تبقى fertilization occurs وين زايجوت إز formed ذا لايت ترافلز إن طبعا ستريت لاين ساوند sound of frequency 200 is طبعا ايه بالنسبه للفريكوانسي 100 طبعا هيبقى uh, شاربر هتبقى uh, طبعا حد The unit of measuring sound intensity uh, وحده قياس uh, شده الصوت طبعا قلنا دي الوات برميتر باور 2. Mention one function of calyx طبعا قلنا it protects the inner parts uh, of the uh, flower uh, especially before blooming بيحمي الاجزاء الداخليه من الزهره طبعا uh, خصوصا قبل عمليه تفتح الزهر. Uh, ultrasonic waves طبعا قلنا uh, it is used in uh, breaking down uh, kidneys and uh, ureterous uh, stones without any Uh, medical uh, interventions well, one no, about uh, it is used in uh, sterilizing foods uh, water milk because it has the uh, ability to kill uh, some types of bacteria and stop the uh, and uh, stop the uh, Uh, effect of uh, some viruses أو uh, stop the action of uh, some uh, viruses وطبعا قلنا برضو it is used in uh, military uh, purposes uh, to discover uh, land mines طبعا عشان uh, نكتشف uh, الغيم uh, Uh, give reasons for the motion of rotary B is a periodic motion, not oscillatory motion. طبعا قلنا السؤال ده هنجاوب الأول هي ليه periodic motion. يبقى أول حاجة هنقول uh, the motion of rotary B is a periodic motion طبعا because it is repeated regularly at equal uh, periods of time or at equal intervals of time. But it is not oscillatory motion because it doesn't repeat uh, repeated on two sides. Uh, around uh, its rest uh, position عشان طبعا لا تتكرر حوالين uh, الجانبيها يعني uh, طبعا uh, uh, برضو at equal periods, uh, periods of time يبقى uh, because it is uh, not uh, repeated on two sides around its rest position طبعا حوالين موضع سكونها. Uh, palm uh, flowers are unisexual طبعا because it contains only male or female reproductive or, uh, organ only. Uh, the reproduction uh, of some plants by root stem or leaves طبعاً قلنا vegetative reproduction uh, a group of some colorful uh, leaflets surrounding the uh, flower مجموعة من الأوراق الملونة اللي بتحيط بالزهرة طبعاً قلنا دي الكرولا Uh, object, uh, objects allow light to uh, transfer uh, through them. طبعاً قلنا دي the uh, transparent uh, medium أو the transparent objects. the uh, ability of uh, medium to refract light rays. قدرة الوسط على إنه يكسر أشعة الضوء. طبعاً قلنا دي the optical density. Uh, in the following figure which uh, represents the red color. طبعاً اللي يمثل الـ uh, red uh, color هو the upper light. Uh, and which represent the violet color طبعا ال lowest uh, uh, line ال الخط اللي هو ال اللي تحت ده هو اللي represent الفايلت violet وال upper line ده اللي هو بيمثل ال red Uh, right one use uh, for glass triangular prism. طبعا, قلنا, it is used uh, to analyze uh, white light into seven spectrum colors. Mention one difference male and the female uh, flower. طبعا, the male uh, produce pollen grains. The female uh, produce uh, ovules inside the ovary. Uh, mechanical and uh, electromagnetic waves. طبعا, الميكانيكال mechanical waves دي uh, can propagate, uh, sorry, uh, cannot propagate through vacuum. لكن ال el electromagnetic waves, طبعا, uh, can propagate uh, through vacuum. Uh, the light ray refract towards the normal when it uh, travels from air to glass uh, طبعا من الهواء للإزاز، الإزاز طبعا قدرته على على كسر أشعة الضوء هتبقى أكبر وبالتالي الشعاع المنكسر هيقرب أكتر للنورمال يبقى طبعا دي هتبقى ترو. The sound intensity decrease when the area of vibration surface decrease اه طبعا برضو true ليه لان احنا خدنا ان sound intensity directly proportional to the vibrating surface area تتناسب طرديا مع مساحة السطح المهتز يبقى طبعا لو ال ال vibrating surface area دي decreases يبقى sound intensity برضو decreases يبقى دي كده true the angle of incidence of light ray equal angle of reflection اه طبعا true زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس the amplitude measured in hertz لا طبعا false ده الفريكوانسي هو اللي measured in hertz you <laughs> as uh, The sound velocity through gases is faster than through liquids. Uh, سرعة uh, الصوت في الغاز في الغازات أسرع من سرعتها في السوائل. لا طبعا فولس ده uh, slower than أبطأ من اللكويدز. Uh, reproduction by tuber happens in orange. التكاثر بالدرانات بيحصل في الأورنج طبعا فولس. هنصح أورنج ونخليها بوتيتو في البطاطس. Uh, write down the mathematical uh, relations that join between each of the following طبعا القانون الرياضي. photon uh, frequency and its energy. Energy. طبعا photon energy equal blanks constant times uh, photon frequency. Uh, the wave uh, velocity in a medium and the refractive index for uh, its material. طبعا الكون برضو اللي احنا لسه uh, كنا بنحل بيه المساله اللي هو n equal v a uh, over uh, v m يبقى طبعا uh, هنقول بقى ال absolute uh, refractive index uh, اللي هو ال n uh, طبعا اهو احنا كنا لسه بنحل بيه المساله اهو ده آه هنقول بقى إن الـ n اللي هو absolute uh, refractive index equal the uh, velocity of light in air uh, over the uh, velocity of light uh, through medium. Uh, what happens to uh, instant light ray uh, after falling on rough surface؟ شعاع ضوء ساقط بعد سقوطه على rough surface يعني سطح خشن. Uh, it will be reflected in different many directions هينعكس بس في اه اتجاهات مختلفة وطبعا irregular اه reflection occur هيحصل بقى انعكاس غير منتظم اللي هو irregular اه reflection اه ovary اه of اه flower after fertilization طبعا اه it converts into fruit طبعا هت ايه او اه it developed into اه fruit هتبقى الثمرة نفسها او الفروت نفسها اللي احنا بناكلها